إبراهيم لم يطرد عامل من عمال وبريات زمن نور، ده قالوا على كل مواقع الإنترنت. أنا عايز أرد عليه بشكل عملي، ده الرد على عبد الفتاح إبراهيم. الباب ده مغلق بقاله يومين، ده عبد الفتاح إبراهيم اللي طلع وأقسم إنه ما طردش عامل من عمال وبريات زمن نور. ولادي وبناتي دول نايمين على الرصيف ده بقالهم يومين، تمام؟ بقالي يومين انا وعمالي نايمين على الرصيف. علشان ايه؟ علشان انا جاي اطالب بحقي في اجور من سنة فاتت. الباشا الحمد لله النهاردة بعد صولات وجولات قدر يطلع على الاعلام كله ويقول احنا قدرنا ناخد مكاسب لعمال سمنود بان احنا قدرنا نحصل على اجرهم الاساسي زائد 50% من اجرهم المتغير بدلا من 25%. عايز ارد عليه واقول له جاتك 60 خيبه حقيقي، جاتك 60 خيبه، شايله خيبه، حاطه خيبه يا نقيب عمال مصر لما تقول انا قدرت اجيب لك 50% من اجرك المتغير. ده في حكم مين وفي قانون مين؟ ده ما هيش موجوده في قانون، في قانون كوله، ده مش موجوده في اي قانون في الدنيا. لما عامل يفقد جنيه من مرتبه بدون مبرر دي تبقى فضيحه. قول لي استندت في ايه او استندت على ايه علشان خاطر تعمل عامله زي دي وطالع يتباهى قدام الدنيا كلها ويقول انا قدرت اجيب لعمال سمنود 50% من قيمه اجرهم المتغير. يعني انتوا خدتوا كام في الاخر ولا ما خدتوش؟ ما خدناش. انا بقالي سنه بعاني بدون اجور. في خلال السنه دي كلها كل اللي قدرت احصل عليه 6 اعانات طوارئ من القوى العامله بالذل بالعار، كل 3 اشهر على ما يدونا شهر بالذل. إعانة صندوق الطوارئ دي تمثل 35% من إجمالي الأجر. أنا أعيش ب 35% من إجمالي الأجر، أنا راجل بعد 22 سنة خدمة في شركتي مرتبي 1500 جنيه. يديني في خلال سنة 6 شهور ب 500 جنيه، يعني معناها إداني كل شهر 250 جنيه. المفروض ان انا اعيش انا واسرتي وسكني وتربيه ولادي ومدارسهم ومعيشتهم وعلاجهم ب 250 جنيه كل شهر. والله العظيم عار عليك يا حكومه، والله العظيم عار عليك يا اتحاد عمال مصر الجميل. المفروض تتشال اليافطه دي خالص. عار عليك يا سياده نقيب عمال الغزل والنسيج، الله يفضحكم بفضيحه. صور اليافطه يا رب. هذا العار اللي احنا فيه وبيتباهى يا رب وقافل علينا اهو. ايه وطالع يقول انه ما طردنيش من نقابتي، من بيتي، من بيتي اللي بقالي 30 سنه بدفع فيه اشتراكات تعدت المليون جنيه على اقل تقدير. انا وبناتي واولادي واطفالهم ننام على الارض في الشارع. يا ساره لو اتخصم مننا عشان يقبض. عرضه للبلطجيه وعرضه للحراميه وعرضه للكلاب الضاله اللي ماليه الشارع طول الليل. الكلاب طلعت ويقول انه ما طردش عمال. كذاب، هتلف في اصل وش. ربنا يجرب عليه، سامحنا ما شفنا كده ونمنع الاسفلت كده يجرب عليه ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كده طالما يا اخوان.